طبعا الكلام ده الحقيقة كلام مهم جدا، كلام بيشرح الأزمة، كلام بيتكلم ليه احنا وصلنا للمرحلة دي، كلام بيقول ان في اطراف عديدة شريكة في هذه الأزمة، وفي نفس الوقت معلومات مهمة انه خلال اسابيع ان شاء الله قبل ابريل 2014 زي ما قلت لكم قبل كده هيضخ في البنك المركزي مبلغ ضخم، وسيكون البنك المركزي مسؤول عن هذه السيولة والقضاء على السوق الموازي، ومن ثم بالتأكيد بعدها هنشوف انخفاض في حجم التضخم العالي اللي واصل أكثر من 35% أظن دلوقتي. كل ده يدينا إيه؟ كل ده يدينا أمل في بكرة. مش لازم يا جماعة أخواننا اللي بيضلموها إن البلد خلاص والبلد وقعت والدولار كذا لا، حتى لو وصلنا للأزمة دي هقعد أندب ولا هقعد أشوف حل؟ القيادة السياسية بتتابع، والقيادة السياسية توصلت إلى حلول مهمة ومعقولة سيكشف عنها خلال الفترة المقبلة. فخلوا عندينا أمل، والله بلدنا فيها خيرات كثيرة، بس نعمل كده، حط ايدينا في ايدين بعض ونتحمل ونقاوم، لان البلد احنا انخفض لنا حوالي كام، حوالي 35% اظن من الاموال اللي جايه من الخارج. طبعا لما يبقى في جو بهذا الشكل بيحصل حاجات كتير كده. عايزين ناسنا واهلنا، بلدكو عايزاكو، وقفوا معاها، محدش هيقدر يزايد على وطنية المصريين. اللي بره وطنيتهم لا تقل عن اللي جوه، بالعكس سفراء مصر في الخارج، 10 مليون سفير مصري في الخارج. وعشان كده الأمل دايما يبقى موجود، والقيادة السياسية 24 ساعة بتتابع هذا الملف مع الحكومة ومع السيد الدكتور رئيس الحكومة. والأخبار مطمئنة برغم أن البعض بيسودها في وشنا، لكن أنا بقول لكم الأخبار مطمئنة، وإن شاء الله قريبا سنسمع أخبار